كن على يقين أن رب العالمين، وأنا أقسم على هذا، لا يخيب من يرجوه. والله إنك تعلم ممن صحبت من الناس وعرفت من الرجال أن فيهم من الكرم والشهامة والمروءة ما لو علموا أنك رجوتهم لم يخيبوك، فكيف يظن عبد ظن سوء بالله أن الله يخيب من رجاه؟ هذا من أعظم المحال. قال معاذ رضي الله عنه: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. متى يعظم الرجاء؟ إذا كان العبد يعلم من نفسه أن له خبيئة مدخرة عند الله يعظم رجاه في الله. من عظمت خبيئته عظم رجاؤه، لأن يعلم في نفسه ما بينه وبين الله. والله جل وعلا رحيم كريم ذو فضل عظيم، يوفق عباده حال الحياة في الدنيا لما يجعلونه من الأعمال مدخرا لهم يوم القيامة أو يوم يلقونه.